بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المثال اللي احنا اتكلمنا عليه ده عايزين نروح نعمله على الفاير بيز. تعال نشوف مع بعض ازاي نوصل ان احنا نعمله على الفاير بيز ونطبقه بالكامل. طبعا www.google.com، طبعا الفاير بيز مقدمة من جوجل، فانا هقول فاير بيز تمام دوت جوجل دوت كوم، يبقى عندي كده ايه فاير بيز دوت جوجل دوت كوم. طبعا لازم اكون يعني قبل ما اخش المرحله دي لازم اكون عامل يعني لوجن بالاكونت بتاعك، تمام، لوجن على جوجل اكونت بتاعك. لو مش عارف تعمل طبعا لازم تعمل طبعا جيميل اكونت، يعني تعمل يعمل ايميل على الجيميل وبعديها تخش بيه على firebase.google.com. ده الشكل الاساسي للفاير بيز اللي بتساعدك في الموبايل ابلكيشن والويب ابلكيشنز والكلام ده كله، تمام، مجهزه على الايه على الشغل بتاعها. طبعا لو دخلت على البرودكتس هتلاقي بقى في عندك انك تبني ابلكيشنز ازاي، تظبط الكواليتي ازاي، تعمل بيزنس ازاي، مش عارف ايه الى اخره، ومديك بقى يعني حاجات تخص الماشين ليرنينج، الفاير ستور، حاجات تخص الكلاود، فانكشنز الاوثنتيكيشن، الهوستنج، الريل تايم داتابيز، وهي دي اللي احنا اصلا يعني فعليا محتاجين نشتغل عليها، اللي هي الريل تايم داتابيز اللي هي الستور داتابيز بيانات وتسينك الداتا في الريل تايم في نفس الوقت اللي الناس بتخش عليه. هو دي كانت الايه يعني كداتابيز هي دي اللي تهمنا قوي، ريل تايم سينكرونايزنج ايه فور جيسون داتا. على العموم ده المنظر. طبعا انت تقلب زي ما انت عايز، روح وتعالى وقلب في كل حته. انا هخش على كلمه جو تو كونسول، يعني ايا كنت في انهي صفحه او في اي صفحه انت عشان ما تلخبطش هتدوس على جو تو كونسول، الكونسول دوت فاير بيز دوت جوجل دوت كوم. ده بالنسبه لنا العنوان اللي هيوصلنا مباشره بان احنا نبدا نكرييت اول بروجكت لينا على الفاير بيز. طبعا انا اول لينك عندي هقول هدوس على كلمه كرييت اي بروجكت، تمام. اول حاجه قال لي اديني اسم البروجكت بتاعك، لازم يكون اسم مميز ما يكونش متكرر، وطبعا المفترض ان اسم البروجكت ده بيبقى يعني برايفت، يعني انا عامل هنا طبعا في الفيديو يعني كده عشان الناس تتعلم، لكن مفترض ان ده ما يظهرش لحد عشان ما حدش يقدر اكسس الداتا بتاعتك لو انت مش مظبط الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن ومظبط يعني السكيورتي عموما بتاع البروجكت بتاعك. لكن انا هعمله للتعلم بس كده، هقول مثلا ايه عندنا احنا بنعمل كورس بايثون. اللي حصل بايثون 105 واكتب عليه فاير بيز بروجكت 1، ده اسم البروجكت بتاعي، اخترت اسم طويل عشان ما اقعدش تشبه معايا في حاجات كتير. بايثون 105 فاير بيز بروجكت 1، قلت له اي اكسبت وخلاص وكونتينيو. قال لي ماشي جوجل اناليتكس وهيساعدك في البروجكت بتاعك ومش عارف ايه. قلت له ماشي ان شاء الله ربنا يسهل. المكان اللي انت هتعمل فيه مش عارف ايه، قلت له ماشي ماشي كله اي اكسبت وكريب بروجكت. انا داخل في الموضوع على طول، انا مش الاصل ان انا اشرح الفاير بيز لكن الاصل ان انا اعرف اشتغل عليها وابدا اربطها مع الايه مع البايثون بروجكت بتاعي. طيب هو الوقت هيبدا يكريت البروجكت بتاعه ويفتح لنا بعديها ان الداتابيز تكون اتكريتد، مش الداتابيز، البروجكت اتكريت، وبعد كده نبدا نبني جوه البروجكت ده، نبدا نبني جواه داتابيز. في طبعا كذا حاجه هيديها لي، هو انا هنا ادي الاسم بروجكت وقال لي يور نيو بروجكت از ريدي. قلت له ماشي اوكي خش. طبعا هيبدا يديني هنا ده الشكل، خلاص احنا كده جوه الداتابيز الفاير بيز. هتلاقي عندك في حاجات تخص الديفلوب، حاجات تخص الكواليتي، حاجات تخص الاناليتكس، حاجات تخص، انا ما يهمنيش كل الكلام ده، انا يهمني الديفلوب، انا عايز اديفلوب بروجكت جوه على الفاير بيز. هتلاقي جوه الفاير بيز حاجه اسمها اوثنتيكيشن عشان اي حد يقدر، عشان تقدر تظبط الحمايه والسكيورتي والدخول وحقوق الدخول والكلام ده كله، تمام. هنبقى ان شاء الله لو في وقت نبقى نبص، لكن مش قضيتنا. الكلاود فاير ستور، الريل تايم داتابيز، هي دي الريل تايم داتابيز، هي دي اللي احنا محتاجين نوصل لها بشكل مباشر. انا دخلت على الريل تايم داتابيز، قال لي تمام يعني تعالى نكري داتابيز جديده. قلت له ماشي اوكي نكريت داتابيز جديده. قال لي طبعا لازم تعمل السكيورتي مود واللوكينج مود وكلام زي كده والرولز، مين محدش يقدر يقرا ومحدش يقدر يكتب ومش عارف ايه. قلت له انا دلوقتي كتستنج مود يعني،
فبعد اذنك ايه يعني خليها ريد لكله ورايت لكله. طبعا قال لي اني وان ويز يور داتابيز ريفرنس، اي حد معاه اللينك بتاعك، اللينك اللي احنا هنحطه، هيقدر يفيو ويأديت ويديليت الداتا في الداتابيز بتاعتك خلال 30 يوم. قلت له ماشي اوكي، عشان هعملها عشان برضه الناس اللي بتتعلم معانا على الفيديو تقدر تخش وتشوف وتجرب، حتى لو اللي عايز يجرب ورايا الكود بنفس اليو ار الز بنفس كل حاجه انا بعملها هيقدر يعمل ده. فعملته على التستنج مود وقلت له انيبل انيبل، خلاص كده الداتابيز هتبدا تتكريت بالمواصفات دي. الداتابيز بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، اول حاجه الحته بتاعت الداتا اللي هي شغلنا كله، الرولز حقوق اللي هي حقوق الدخول، مين يقدر يخش يقرا يكتب، احنا خلاص ظبطنا ان هو اي حد يقدر يريد واي حد يقدر رايت. الباك ابس ازاي ناخد باك اب من الداتابيز، واليوزج اللي هي احصائيات الاستخدام للداتابيز. انا هرجع للداتا بتاعتي واقول له طيب احنا عندنا عنوان اهو، العنوان ده اهم حاجه اللي هو اتش تي بي اس بايثون اسم البروجكت، طبعا ده المفروض قلنا يبقى برايفت، انت شغال مع حد ما تديش ده لحد. دوت فاير بيز اي او دوت كوم، ومن بعدها على حسب ما انت بقى هتبدا تحط ده كده العنوان الرئيسي للداتابيز بتاعتك. حلو جدا، احنا دلوقتي عايزين نبدا نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نبدا نعمل الشغل بتاعنا، ان احنا نبدا نضيف بقى يعني حاجات تخص البروجكت بتاعنا ذات نفسه. طيب طبعا احنا بنتعامل من خلال الشكل ده. هنا طبعا عندي ادي زرار الاكسباندد الكولابس تقفل وتفك وكده. طبعا ممكن لو انت مش عارف تشتغل بالمنظر ده ومتعب ليك بالنسبه لك، بتكتب ملف الجيسون وبتقول له امبورت، فبينزل لك هنا بشكل مباشر.